حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصابته من كانوا ومن ترك دينا او ضياعا فلياتني فانا مولاه